فضلت الشيخ مع حدث لسيدنا يوسف عليه السلام في محنته. نعم. بيرجع سببه الى الحسد، وبرغم وجود ما يثبت ويؤكد الحسد في ايات القرآن الكريم، الا ان بعض الناس بينكر هذا المرض اللي هو ايه؟ الحسد. الذي يقرأ قرآنا ثم ينكر واردا فيه ما اغناني عن رأيه. مش يقول من شر حسد الى حسد. والنبي قال لا حسد الا في اثنين. بعد ما يقول النبي كده كل ما اعرفش ازاي بتيجي يا ما اعرفش. طب اسمع بقى نتكلم كلام علمي. اتفضل. احدث العلاجات الان من ناحيه الاشعاع والضوء معي علاج ايه؟ علاج الليزر اللي عايزين يعملوا منه جراحه بدون دم. هو الدم الانسان جلده ده ملان دم، حته مليانه دم كده، ولا له مجاري؟ قلب الله له مجاري، عروق وشرايين، عروق وشرايين، كل ما تقرب من القلب تغلظ، وكل ما تروح للاطراف تضيق الى ان تصل الى الشعيره. لما نيجي بمشرب دقيق ونيجي بين عرقين ونجرح كده، ما جرحتش العرق اللي فيه الدم يطلع دم؟ ابدا. اذا انا بيطلع الدم من ان انا عندي مشرب مش دقيق قوي، ولما بيجي بياخد شرايين وهي صغيره كده ينهد من الدم. اذا لو ان انا عندي شيء دقيق اقدر اتحكم فيه لا يسير الا بين الشرايين، ما يجرحش جدارته وياه، تيجي الجراحه بالادم. كويس كده؟ نعم. الليزر اللي عمال بيفسك ده وبيدخل الشعاع. نعم. وكيف ترى العين؟ العين بترى ازاي؟ شوف المسألة ازاي. شعاع ايضا نفسه يخرج منها ام من المرئي؟ كان زمان ايام بطليموس يعتقد ان الواحد يشوف الشيء لان شعاع من العين بيروح لمين؟ للمرئي. فجيه ابن الهيثم خطأ النظرية دي، قال لو ان الشعاع من العين للمرئي لرأيت أنت إذا كنت في النور من في الظلام، إنما إن كنت أنت في النور وهو في الظلام ما تشوفوش، إن كان هو في النور وأنت في الظلام تشوف. يبقى الشعاع جاي من إيه؟ الشعاع جاي من المرء إلى الرأي، خارج كده من الرأي. يبقى إن كان هو في الظلام مش هيطلع منه شعاع، ما يوصلش إليه. إذا فلماذا لا يكون العين فيها أشعة برضه زي أشعة الليزر؟ وإذا حصل الشيء صور، أنت تحدث شيء تكرهه تصوبها إليه. وهل كل إنسان عنده هذا؟ قال لك كل واحد عنده الحكاية دي، بس في واحد حريصها بالإيمان ما يحسدش واحد على أن ربنا اداله نعمة. ولذلك اقرأ القرآن تقول إيه؟ ومن شر حاسد إذا حسد. إذا حسد. وكيف نتقي شر وكيف نتقي شر الحسد؟ زي ما قال لنا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقع ومن شر النفاثات ومن شر حاسد اذا حسد. كويس كده؟ نعم. ولك اتقاء اخر، ان اي نعمه انعم الله بها عليك حين تراها اوعى تقول ده اللي جبت على علم، انا اللي اصلي بالشاطر، قول ايه ما شاء الله لا قوه الا بالله. ان قلت عند اي نعمه ما شاء الله لا قوه الا بالله لا ترى فيها عطوه، لانك انت عملت الكتالوج بتاع الصيانه بتاعتك. زي ما اروح اشتري الثلاجه ولا البوتاجاز واقول لي الدنيا ايه؟ فكذلك انا خدتها من ربنا وكل ما شاء الله لا قوه الا بالله.